على بعد خطوة واحدة من نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، لا تزال حظوظ مواصلة المغامرة لحامل لقب المنافسة نادي اتحاد الجزائر قائمة باستضافته نادي ريفرز يونايتد النيجيري لحساب إياب ربع نهائي كأس الكاف. بشعار تدارك التأخر في النتيجة بهدف يتيم ذهابا قبل أسبوع هناك بنيجيريا، وتأكيد أن الهزيمة لم تكن إلا نتاج الظروف الصعبة التي أحاطت بالمواجهة بخوضها في الظهيرة رغم الصيام وظروف مناخية لا تطاق، يدخل زملاء القائد زين الدين بالعيد لقاء العودة على أرضهم مدعومين بجماهيرهم في سهرة كروية رمضانية واعدة. ستكون فرصة أيضا لتأكيد قوة بطل الكاف والسوبر الإفريقي على الصعيد القاري، ومناسبة لتجديد العهد مع الأفراح بملعب 5 جويلية الأولمبي الشاهد الموسم المنصرم على حمل التاج القاري الأول في تاريخ النادي العاصمي. تجاوز عقبة ريفرز يونايتد وتفادي فخ المنافس الذي يحل بالجزائر بنية مباغتة نادي سوستارة لتفادي الخروج بموسم صفري بالنظر إلى وضعيته في الدوري النيجيري باحتلاله المركز 17 هو ما يريده الإسباني كارلوس غاريدو الذي حضر أشباله جيداً للمعركة أثناء التربص المغلق الذي احتضنه مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية بالعاصمة. جماهير اتحاد الجزائر التي ينتظر منها أن تكون حاضرة بقوة في مدرجة ملعب 5 جويلية الأولمبي لا تريد أن يتبخر حلم التتويج القاري الثاني على التوالي، خاصة بعد المشوار القاري المميز لفريقهم هذا الموسم.